السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. سنناقش في هذه الحلقة قدوم عيد الفطر المبارك وأحوال الناس مع قدوم هذا العيد. إذن عيد جديد يحل على اليمنيين، والوطن يعيش العام الخامس من عمر الحرب والمعاناة نتيجة الانقلاب. وبسبب الانقلاب لأول مرة تنقسم اليمن حول توقيت عيد الفطر، فقر وغلاء وحرب ومجاعة ووباء، ويأتي العيد والناس في حالة سيئة. ازدادت نسبة الفقر والعوز، وارتفعت الأسعار نتيجة انهيار الريال وتوقف التصدير وأيضا استنزاف الموارد، ووحده الفقير من يدفع الثمن من استقراره المعيشي والنفسي. بات الناس عاجزين عن توفير وجبة طعام، ناهيك عن ملابس العيد لأطفالهم، وبالمقابل قلة مرفهة تستأثر بالموارد المتاحة وترقص على أوجاع الشعب. كيف سيكون العيد وكيف سيقضيه الناس، وما البدائل الممكنة لصنع فرحة العيد، وما الذي يمكن فعله لتبديد شيء من بؤس المحتاجين؟ هذه الأسئلة سنناقشها مع ضيوف الحلقة. سيكون معنا من مأرب عبر الأقمار الاصطناعية الكاتب والناشط الإعلامي راجي عمار، ومن مسقط ستكون معنا الناشطة في المجال الإنساني سيدة حياة الذبحاني، ومن صنعاء سيكون معنا رئيس جمعية حماية المستهلك السيد فاضل منصور. أبدأ مع ضيفي من مأرب عبر الأقمار الاصطناعية الكاتب والناشط الإعلامي السيد راجي عمار. سيد راجي، أسعد يعني أرحب بك، وعيدك مبارك وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. أهلا بك سيد راجي. يعني اليوم يعني لاحظنا انقسام واضح ما بين الشرعية والانقلاب في تحديد موعد عيد الفطر المبارك، كيف تنظر إلى هذا الانقسام؟ في انقطاع في الصوت، ممكن تعيد الصوت من جديد؟ أنا كنت قد سألتك سيد راجي في مسألة أنه يعني وجدنا انقسام مع قدوم العيد ما بين الشرعية والانقلابيين في تحديد موعد عيد الفطر المبارك. يعني اليوم كما أعلنت الشرعية هو عيد الفطر المبارك، وكما أعلنت الجماعة الانقلابية بأنه اليوم آخر أيام شهر رمضان. كيف تنظر إلى هذا الانقسام؟ نعم، اولا اهلا وسهلا بكم. الان في قبل قليل وفي مواقع التواصل الاجتماعي تشعر بان هناك مهزله، يعني الحكومه والدوله تعلن ان غدا اول ايام عيد الفطر، فيما الميليشيات الانقلابيه تعلن ان غدا هو المكمل لشهر رمضان. الان مواقع التواصل الاجتماعي فيها من السخريه وفيها من العبث وفيها من انا اسميها بهذه التسميه انها مهزله بحد ذاتها. يعني حتى الانقسام السياسي او الانقسام أو هو ليست مسألة عناد، أنه هناك في الشرعية أنهم غدا عيد الفطر وهم عنادا لذلك يقومون يقولون أن غدا هو تكملة لشهر رمضان المبارك. هو أيضا هناك نوع من الغرابة سيد راجي، يعني لو عدنا إلى الأعوام الماضية، لو عدنا إلى الأعوام الماضية سيد راجي، يعني كان هناك توافق ما بين الطرفين في مسألة تحديد موعد عيد الفطر المبارك خلال السنوات الماضية من الأزمة، لماذا الانقسام يعني بعد مرور 4 سنوات ظهر اليوم؟ بالضبط، هناك منذ بداية الحرب، منذ بداية الانقلاب، وكان متى ما أعلن العيد أو تتمم شهر رمضان يتم اليمن بالكامل تنقاد لأوامر الحكومة وما تراه في ذلك. لكن هذه السنة لأول مرة وعلى مستوى على مدار التاريخ، أنا أعتقد أنه في اليمن مناطق مثلا في تعز، الآن مثلا في منطقة الحوبان بيكون هناك رمضان، ومناطق في تعز يكون فيها أول عيد. هذه المهزلة وهي المأساة فعلا. يعني فعلا هو يعني كما هو واضح يعني الانقسام أو التأثير فيما حدث اليوم أو ما حدث يوم أمس بالإعلان ما بين الطرفين في تحديد موعد عيد الفطر، يعني لم يقف الأمر ما بين صنعاء أو المحافظات الشمالية والمحافظات الوسطى
الجنوبية، وإنما وصل إلى في بعض المناطق إلى شوارع، يعني في تعز ما بين شارع جمال والحوبان، يعني هناك رمضان وهناك عيد، وهذا الاختلاف يعني مؤسف للغاية. فعلاً قلت مؤسف، فعلاً قلت لك هو مهزلة والله، يعني لأول مرة في التاريخ أن تكون دولة بحد ذاتها تنقسم قسمين في موضوع إكمال شهر رمضان، ونصف منها يقوم بإكمال بأول يوم في عيد الفطر المبارك. نعم. بالأمانة الجميع منذهلون ولا يدرون، حتى يعني حتى العالم حتى العالم مستغرب، يقول كيف عدنا في اليمن بهذا الأسلوب، يعني أنه وصل الحد إلى هذا الحد، أنه يعني العناد وال يعني الموضوع هذا ليس فيه عناد، وليس فيه، هذا ليس موضوع سياسي، هذا هو موضوع ديني في الأول والأخير. والشعب اليمني معروف بديانته وأنه شعب محافظ وصائم، فيما حين يكون هناك انقسام مثلا في جهة يكون هناك رمضان وهناك في جهة أخرى يكون العيد، ما هزل. أنا أرى أنه أن الشعب يعني أعتقد في مناطق سيطرة الحوثيين، أنا أرى أنهم يبكروا الصباح ويعيدوا كما يعمل بقية كما تم الإعلان عليه في أعتقد لن يكون الأمر بالسهل سيد راجي، يعني ربما سيتعرضون لمضايقات كثيرة، وقد يصل الأمر إلى الاعتداء والاحتجاز إذا تم هذا الأمر، يعني ليست بالسهل أن يحتفل الناس، يعني إذا كان أمر فردي. لكن أخي شادي لو وقف الجميع وخرج الجميع في العيد، لا يعني كم بيعتقل أو كم نعم. بيحبس يعني أو إيش بيعمل، بيقتل. يعني الموضوع أنه إذا اجتمع الجميع وخرج في عيد الفطر المبارك وجميع أعلن أنه هناك عيد، لا أعتقد أن هناك من سيمانع. طيب يعني تعتقد أن خلفية الأمر هي خلفية فعلا مأساة ولأول مرة في تاريخ العمل اليمن؟ نعم، خلفية الأمر هل هي خلفية دينية أو مثلا نعم. فلكية في مسألة تحديد هذا اليوم، أم أن الأبعاد السياسية هي الطاغية في هذا الأمر، يعني كما تنظر إلى المشهد؟ يعني الموضوع الآن هو موضوع ديني، ودائما نحن كما تعلن المملكة هو في الأساس موضوع ديني، لكن ما حدث اليوم من انقسام، إكمال شهر شوال أو خلفية هذا الانقسام سياسية أم دينية؟ أنا يا أخي بالتأكيد هي خلفية سياسية، لأنه الآن أنا يعني لو ما يعني مثلا في هذا الأمر هو أمر ديني ليس موضوع سياسي، ولا لكن يظهر أن الميليشيا الانقلابية استخدمته من جانب العناد، وجانب بالتأكيد أصبح موضوع سياسي. هؤلاء يفطرون غدا وعيد الفطر عندهم، إذا نحن عنادا لذلك الأمر نكمل بقية شهر رمضان. لا أدري هل هو الموضوع مرتبط بالهلال، يعني البعض يعني دولة المملكة العربية السعودية أظهرت أنه غدا أظهر هلال شوال، معناها أن الجميع خلاص يوقن لأنه قد رآه أحد الجهات. أما أنه أنت معك هلال آخر وهذا لديه هلال آخر، هذا موضوع ثاني لم يحصل في تاريخ اليمن منذ عرفنا أنفسنا، يعني منذ الأجيال الماضية والسابقة واللاحقة. نعم، يعني ما حدث يعني يوم أمس في مسألة تحديد موعد عيد الفطر المبارك، يعني هل تتصور أن الأمر سيمتد إلى أن يشمل أي فعاليات أو مناسبات دينية قادمة بهذه الصورة التي حدثت هذه المرة؟ والله بعد هذا الحدث الذي حدث اليوم توقع أن يحصل أي شيء، توقع أن يحدث أي شيء، ربما في عيد الأضحى يقول لك يعني بعد يوم بداية شهر ذي الحجة ينقسم الجميع ويكون يوم الوقوف يوم آخر، ويوم يوم عرفة يكون يوم آخر. توقع أي شيء من هذه الميليشيات، يعني ميليشيات قامت بعمل بكل ما ما ما, ما لا يتخيله العقل. لا تستبعد أن يعملوا مثل هذه الأمور، هذه أمور بسيطة بمقارنة بجرائمهم، مقارنة بما عملوا في الشعب اليمني، فعلا كارثة بحد ذاتها ما حدث اليوم. نعم، إذن سيد راجي دعنا ندخل في موضوع أو صلب موضوع الحلقة لهذا اليوم، وهو أحوال الناس مع قدوم عيد الفطر المبارك. يعني أولا لو تضعنا في صورة لأجواء استقبال العيد في محافظة مأرب التي تتواجد فيها حاليا. العيد كما هو معتاد الشعب اليمني دائما أفراح العيد موجودة ومتواجدة في الأسواق، والناس
في المولات والمحلات التجارية متواجدون، والجميع منتظر العيد. أما بالنسبة هناك بعض الغلاء في الأسعار وتناقضات في أسعار خيالية ربما تكون خلال هذه الفترة، لكن نحن مثلا أنه سألنا بعض أحد التجار قلنا ما هذا الجنون في رفع الأسعار؟ يعني يخبرك أحد التجار يقول لك أنا مثلا أوصل تأتي بضاعتي وأجمرك في مناطق الشرعية في منافذ الشرعية، ثم أدخل إلى منطقة عفار وهي منطقة استحدثها الحوثيون بعمل مكان الجمارك في منطقة عفار، ثم يدفع جمارك جديدة لنفس البضاعة التي دفعها هناك، ثم يصل إلى قال ثم يصل إلى جمرك ذمار. أنا لا أدري، الأول مرة كان هناك جمارك في ذمار ويدفع ثالث مرة، وفي الأخير حتى يوصل إلى صنعاء ثم يدفع المرة الثالثة وتدخل المخازن. وسألت أيضا قال لماذا لا تصل بضاعتك مثلا، أن تترك البضاعة مثلا وصلت إلى مأرب، لماذا عاد تذهب بها إلى صنعاء حتى تدفع مرة أخرى؟ يقول لك لا، هناك مركزية، فثقافة النظام السابق لا زالت متواجدة مثلا أن كل شيء هو مركزي. أصبح في صنعاء مثلا أنه بدل ما يوصل مثلا يرسل البضاعة إلى كل المحافظات، لابد وضروري يقول لك أننا أوصلها إلى صنعاء وتدخل مخازني ثم أحولها بعد ذلك وتعود إلى بقية المحافظات. وهذا هو الإشكال. توقع من ذلك مثلا ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وارتفاع وطلب الشاحنات مثلا في المشتقات النفطية وارتفاع قيمة البترول مثلا، وهذا كله يرد ويصب في والمضرر الأول والأخير، المضرر الأول والأخير هو المواطن. نعم. وهو من يدفع ثمن هذا العبث. إذن لا ندري إلى متى. سيد راجي تكرم بالبقاء معي، وسأذهب الآن لأرحب بضيفتنا، ستنضم إلينا من سلطنة عمان الناشطة في المجال الإنساني سيدة حياة الذبحاني. سيدة حياة مساء الخير. مساء الخير والأنوار، ومرحبا بك وبكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. أهلا بك سيدة حياة، عيد مبارك وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير، وكل عام والوطن الغالي في نصرة وعزة وتمكين. نسعد بالعيد عيدين، وتتحرر إن شاء الله اليمن الحبيب من رجز الميليشيات الإنقلابية. نعم، أهلا بك سيدة حياة. سيدة حياة، تلاحظين ما يحدث أو الانقسام الحاصل اليوم؟ العيد عيدين في تعز، عيد في المدينة وعفوا في الحوبان، ما زال رمضان. كيف تنظرين لهذا الانقسام الحاصل؟ نعم، للأسف الشديد الميليشيات الحوثية قد عبثت بكل جميل في الوطن الحبيب، عبثت حتى في الكتب المدرسية، وعبثت بالسيرة النبوية، وادعوا أنهم أصحاب المسيرة القرآنية، فجروا دور القرآن وفجروا دور العبادة وقتلوا الناس وشردوا الأسر وقتلوا آباء الأطفال فصار الأطفال أيتاما، دمروا البنى التحتية للبلد. يتوقع من هذه الميليشيات كل شيء، ليس بغريب عليهم أن يشتتوا حتى فرحة اليمنيين بالعيد السعيد. هناك كثير من الناس في المدن التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، والذين ينكروا ويرفضوا قبح الميليشيات الحوثية هم في حقيقة الأمر سيفطروا غدا وسيكون العيد السعيد في منازلهم، لكن للأسف الشديد تنقص عليهم فرحة العيد، لأنهم من يفطر سوف يذهب به إلى المعتقل. هذه ميليشيات انقضت على الدين وانقضت على المبادئ الإسلامية وزورت التاريخ الإسلامي. هم في حقيقة الأمر نحن نعتبرهم بأنهم دخلاء كذلك على المبادئ الإسلامية التي غيروا وحرفوا فيها كثير. نعم، أتمنى بأن غدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك، لذلك نحن وجب علينا أن نتبع ما يقوله العلماء. طيب سيدة حياة، في مسألة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا في تعز كجولة القصر والحوبان والمناطق التي ما زالت تحت سيطرتهم، يعني هل تتوقعين أن الناس يعني تستجيب لدعوة الحوثي بهذه المناطق وسوف تلتزم بما أعلنه، يعني ما تم إعلانه في أنه سيكون يعني يوم الثلاثاء متمم لشهر رمضان؟ نعم،
أجزم بنسبة 99.99% بأن الحوبان ستفطر غدا، لأن مدينة تعز مدينة الثقافة، مدينة العلم، مدينة الدين، مدينة الالتزام، مدينة الحضارة. هي تعلم وتدرك جيدا بأنهم لن يلتفتوا إلى ما تقوله الميليشيات الحوثية، بل سيلتفتوا إلى ما قالته هيئة علماء اليمن، لأن في الأول والأخير هم المعنيين بهذا الشيء. و للأسف الشديد كما ذكرت مسبقا ستكون فرحتهم منقوصة، لأنهم سيفطروا سرا وسيقضوا العيد في المنزل سرا، لأن هذه الميليشيات كل من خالفها الرأي ستزج به إلى المعتقلات والسجون. نقول لكل أبناء الوطن الحبيب، غدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير وسعادة. تحية إلى أمهات الشهداء وزوجات الشهداء، تحية إلى الجرحى، تحية إلى المرابطين في الجبهات. أعاد الله عيدكم سالمين غانمين، وكل عام وأنتم بخير، والوطن في صحة وعزة ونصرة وتمكين. نحن في مسيرتنا النضالية رجالا ونساء سننقض على كل المبادئ التي تدعو إليها الميليشيات الحوثية، سننتصر وستعود اليمن لتاريخها المشرق، وستغادر هذه الميليشيا. كيف لنا أن نعترف بميليشيا أتت من الكهوف؟ هم لا يعلمون شيئا في الدين والفقه. لو كانوا يعلمون شيئا في الدين لما قتلوا النفس التي حرم اللهم، لو كانوا يعترفون بالدين لما ضجت ولما استوعبت تلك السجون الكثيرة أولئك المضطهدين والمعتقلين والمخفيين قشرا دون جريرة ودون ذنب، لما أخفوا السياسيين ولما أخفوا كذلك الإعلاميين والناشطين. هذه ميليشيا تدعو إلى الخراب، تدعو إلى الدمار، تدعو إلى تدمير كل شيء. طيب سيدة حياة، يعني لو جينا للحديث عن أوضاع الناس مع قدوم هذا العيد، يعني مرت أعياد سابقة في ظل الأزمة وعانى أو الناس عانوا كثيرا خلال الأعياد السابقة، يعني ما الذي يعني يختلف به هذا العيد عن سابقي من حيث أوضاع الناس ويعني حالهم مع استقبال هذا العيد؟ نعم، الوضع الإنساني كما نتحدث عنه مرارا وتكرارا بأنه وضع إنساني مؤلم، خصوصا في ظل الحرب وفي ظل انعدام فرص العمل وفي ظل كذلك غلاء الأسعار. مدينة تعز وساكنيها يعيشون أوضاع إنسانية مأساوية صعبة للغاية. كثير من الأسر ستحرم فرحة العيد لأنها لا تستطيع توفير بدلة العيد لصغارها. كثير من الأسر لا تستطيع حتى شراء واية الماء الذي بلغ سعره حتى هذه الأيام إلى مبلغ 20,000 ريال. الأوضاع الإنسانية فعلا صعبة في مدينة تعز بسبب ما تفرضه الميليشيات الحوثية من حصار لهذه المدينة، وبسبب القذائف المستمرة. الوضع الإنساني والصحي متدهور للغاية، مستشفيات متهالكة تفتقر أبسط مقومات التطبيب، شوارع ممتلئة بالقمامة وبكذلك ما ينغص عيشة المواطن التعزي في مدينة تعز. وهذا ما تفرضه كذلك الميليشيات الانقلابية التي تمنع حتى سيارات القمامة من الخروج إلى خارج مدينة تعز. هي تريد أن تقتل مدينة تعز مرتين بالقذائف العشوائية وبالأوبئة والأمراض المنتشرة في مدينة تعز. نحن نحيي كل المبادرات الشبابية والتكتلات النسائية والجمعيات الخيرية وفاعلي الخير الذين رسموا الفرح قدر استطاعتهم منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى ليلة العيد التي هي اليوم. لا زالت الجمعيات تشتغل في كسوة أبناء الشهداء وكذلك بعض الجرحى والمعدمين والنازحين والمشردين. نحيي كل الجهود الجبارة التي حاولت أن ترسم ابتسامة على مدينة تعز. في حقيقة الأمر قاموا بأدوار رائعة وجبارة. التحية كذلك لكل فاعلي الخير الذين كان لهم الدور الكبير في مساعدة أبناء مدينة تعز. مدينة تعز ستفرح بالعيد غدا، وستكون الفرحة فرحتين كذلك بأن مجموعة كبيرة ستخرج إلى معايدة الأبطال في المشافي وكذلك في ساحات القتال. ستقوم مجموعة من النساء والفتيات غدا بتوزيع عيدية مقاوم للجبهات وكذلك جعالتها
العيد وكسوة العيد للمقاومة تعز لا تنكسر بهذه السهولة، تعز تتخلص من الميليشيات الحوثية، ونحن ندعو الله عز وجل أن يكون هذا العيد هو عيد نصرة وعزة وتمكين لمحافظة تعز التي لا يتآمر فقط عليها الميليشيات الحوثية، بل للأسف الشديد هناك دول أخرى تتآمر على مدينة تعز حتى تظل مدينة تعز تعك في هذا الصراع وفي ذاك الموت. ولكن وضحت الصورة سيدة حياة، سأعود لأكمل معك تفاصيل أخرى. نعم سأعود لأكمل معك تفاصيل أخرى، تكرمي بالبقاء معنا سيدة حياة الدبحاني. ومشاهدينا سنذهب الآن لمشاهدة هذا الاستطلاع الذي يتحدث فيه الناس حول غلاء الأسعار مع قدوم هذا العيد. يا الحلويات إلى كل مكان، وكأنه لا يوجد حصار برغم الإخاء والمحبة والتعاون التي بين الناس فيما بينهم البين. تعز دائما تضرب أروع الأمثلة وأروع النماذج في كل شيء، فلذلك بالرغم حالة الفقراء والحالة المادية أغلب الناس الآن ذهبوا إلى المحلات، محلات التخفيضات، يبحثون عن حاجاتهم. سنستقبل فرحة العيد والغلاء الفاحش يعم على البلاد، والمواطن منهك من الأسعار ومن الغلاء، فلذلك لابد أن يستقبل فرحة العيد. فالأسواق مكتظة بالناس، وتعز ما شاء الله الناس منتشرة في كل مكان من أجل استقبال العيد وفرحة العيد، ورغم الغلاء الفاحش فإنهم يستقبلون العيد. لو كنكم تنزلون الأسواق بالرقابة والتفتيش، والصناعة والتجارة تراقب أصحاب المحلات، تراقب تجار الجملة، إن إحنا بخير. الأسعار كل يوم فوق، التوم داري إنهم اللي هم خارج عايشين أحسن مننا من ناحية الأسعار. إذا في فرم بس فرم حق روتين نقص قليل بس بالجرام يغلقوا 10 فرام، مشروع مياه ينقص بس في ما يعالجش المياه بالأوزون يغلقوا 10 محطات، وإحنا آلاف التجار مغليين، واصحابنا بوزارة الصناعة والتجارة دارين انهم مغليين وساكنين على سكتة، ما بش رقابة وتفتيش. ثانيا احنا نستقبل العيد نستقبله عظامي بالحلق، معاه بولة بالقوة، تجي تكسب هناك تشيله 50,000، اذا معك راتب 50,000 ولا 60,000 ما يجيش حفاظات، كنا نشيل حفاظات ب 2200 ب 1000 الان ب 4500. راقبوا الله مسؤولين حقنا. طبعا السوق في السنة غير عن المواسم كلها، السنة الأولى كانت تمام الحمد لله، هذه السنة بسبب ضرائب، صعوبة نقل البضاعة، ساعة الطريق تطيع، ساعة مفتوح، ساعة كذا، يعني والزبائن طبعا في إقبال، الزبائن مطلوبين وهل لهم. إذن مشاهدينا هذا كان استطلاع حول غلاء الأسعار في المحافظات اليمنية، وأعود لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية سيد راجي عمار. سيد راجي، يعني لعلك استمعت لتصريحات الناس، هناك معاناة كبيرة، يعني يتحدثون بأن مرتبات الناس إذا وصلت إلى 60,000 يعني هي لا تؤدي قيمة الطعام خلال الشهر، فما بالك بالكساء والكثير من الأمور. يعني كيف تلخص معاناة الناس وغلاء الملابس مع قدوم العيد؟ بالفعل هذه هي مشكلة عويصة جدا في هذا الموضوع. بالنسبة للبعض لديهم مثلا في محافظة تعز، هناك بعض لديهم رواتب أو بدأت تستقر الرواتب هناك، أما في مناطق سيطرة الحوثيين لا يوجد مرتبات نهائيا، والناس عايشين في حياة الكفاف. لكن هناك أنا أقول لولا لطف الله بهذا الشعب اليمني وما يعانيه من مآسي بسبب هذه الحرب وبسبب هذه الميليشيا، نحن دائما ما نناقش النتائج ولا نناقش الأسباب. الأسباب هي كل ما تسببت به هي الميليشيات الإنقلابية لوضع هذا الشعب اليمني وما وصل إليه. طبعا هناك أيادي بيضاء هي من تتدخل بما هو معروف عن الشعب اليمني بالتكاتف والتعاضد دائما في مثل هكذا الحالات، وأيضا المغتربين لهم دور كبير. أما المواطن اليمني في الداخل والله أن الحالة يرثى لها بفعلا، والناس يقول لك يعني زي ما شفت الاستطلاع الآن، الناس في حالة يقول لك أن الأسعار مرتفعة بشكل جنوني. فنحن ندعو من هنا الإخوة في الحكومة الشرعية إلى عمل الحلول وإيقاف هذا التضخم والبحث عن حلول اقتصادية بديلة
لهؤلاء. طبعا لابد ان تجد في هذه هناك تجار حروب من يستغل تلك هذه الظروف ويبدا بعمل ارتفاع الاسعار. لا يعني حتى تخيل سيد راجي يعني لو قطعتك لا يوجد هنا يعني لا يوجد لديهم أصبح ابسط مطلب الى الناس ابسط مطلب للناس يعني كما سمعنا بهذا الاستطلاع بانه فقط يطلبون من الحكومه مسألات الرقابة ومحاسبة التجار على التلاعب. يعني اليوم يعني كل تاجر يضع السعر الذي يراه ولا توجد عليه أي رقابة. لا توجد رقابة. وأيضا كما قلت لك سابقا إذا جئت كل ما التاجر يقول لك أنا علي وعلي وعلي أنا أدفع هنا وأدفع هناك وأدفع هنا وأدفع هناك، فهو بعض منهم يستغل ذلك ويقول لك نحن لدينا انقطاع في البترول، انقطاع في المشتقات النفطية، نحن تجار في الأول، هم في الأول والأخير تجار ويبحثون عن الربح، لا ينظرون إلى الجانب الإنساني أو المآسي التي يعانيها. لكن في الجانب الآخر هناك مبادرات شبابية تراها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا وهي تحسب للشعب اليمني دائما وللشباب الناشطين الرائعين، مثلا أن يعملوا مثلا مشروع كساوي العيد، مشروع دعم وكسوة أبناء الشهداء والأيتام ومضرري الحرب، وأيضا الذين لا يستطيعون العيش في هذا في ظل هذه الحرب وهذه المأساة التي يعيشها الشعب اليمني. لكن ندعو يعني هل أسهمت هذه السيد هذا التضخم وهذا الارتفاع سيد راجي، هل أسهمت هذه الفعاليات أو المبادرات في يعني زرع البسمة لدى الكثير من الناس مع قدوم هذا العيد؟ يا أخي بالتأكيد بالتأكيد هنا الشباب في مأرب عملوا مبادرة وتم التواصل مع تجار، وللأمانة كما قلت لك أن الشعب اليمني دائما الميزة الوحيدة التي فيها أنه موضوع التكاتف، هذا دائما كل التجار تفاعلوا، أنا كما رأيت أمامي أنه التجار تفاعلوا مع الجميع وهناك تكاتف وتراحم، وبحمد الله كل يعمل في طريقه. نعم. وهذه ميزة مهمة قام بها الشباب، حتى في تعز موجود أيضا هذا الكلام، وفي بعض المحافظات الجنوبية التي تحت سيطرة الشرعية، وأيضا هناك أيادي بيضاء كما قلت لك سابقا، هناك أيادي بيضاء تتحرك في مناطق سيطرة الانقلابيين وتعطي أيضا للمغتربين دور كبير، وبعض التجار وفاعلي الخير هناك تواجد كثير لهؤلاء لهذه الأيادي البيضاء من الشعب اليمني كما، وأيضا ندعو الحكومة من هنا أن تبحث عن حلول لهذه الأمور، وموضوع البنك المركزي والإيرادات وعلى الشرعية أن يهتموا بمناطق سيطرتهم، مثلا المنافذ وأن تحول إلى الإيرادات إلى الشرعية، ولا يكون هناك الكونتينات والكيانات الموازية هي التي تعبث في باليمن وبما فيها الميليشيا، أيضا هي كيانات أخرى متواجدة في الجنوب وفي أي مكان وفي أماكن أخرى. هذه هي بلا شك تؤثر في معيشة الشعب اليمني، وفي الأول والأخير كما قلت لك من يدفع الثمن هو الشعب اليمني المغلوب على أمره، والبسطاء هم الذين يدفعون هذا الثمن. وهناك أسر كما أخبرت الأستاذة حياة الدبحاني أن هناك أسر حالتهم متعبة، وأيضا الاستطلاع كما قال أن الشعب اليمني لم يعد يحتمل كل هذه يعني حروب وقتل وجرائم وكوارث، وإضافة إلى ذلك الغلاء والأسعار والنزوح، صدقني أنه هذه لا تدري ما الذي يحدث في اليمن. نعم إذن ابقى معي سيد راجي، سأذهب الآن للسيدة سأعود إليك سيد راجي، سأذهب الآن للسيدة حياة الدبحاني. سيدة حياة، يعني التساؤل حول يعني مسألة أنه أبناء الشهداء وأسر الشهداء والجرحى، ما هو واقع الحال مع قدوم العيد؟ للأسف الشديد هم في حقيقة الأمر قتلوا مرتين، قتلوا من ما صنعته بهم الميليشيات الحوثية بأنها أحرمت الأبناء الصغار من آبائهم، وأحرمت كذلك الجرحى من حقهم في الحياة، بالتحديد الجرحى المشلولين الذين صاروا الآن في عداد الموتى هم في حقيقة الأمر. أضف كذلك إلى الوضع الإنساني المأساوي الذي يعانيه جرحى مدينة تعز، هم يقتلوا كذلك مرتين، مرة من الميليشيات الحوثية والمرة الأخرى
من خذلان الشرعية التي للأسف الشديد لم تلق بالا لجراحاتهم. اللجنة الطبية العسكرية حتى اللحظة تصرح بأنها لم تستلم أي من المبالغ المالية التي تمكنها من القيام بواجبها المناط بها. منذ أن أتت هذه اللجنة الطبية الجديدة التي استبشر بها أبناء مدينة تعز ما إن قوبلت بالخذلان المالي من الحكومة الشرعية للأسف الشديد، ولا نعلم لماذا الحكومة اللجنة الطبية السابقة والتي شابها ما شابها من الفساد كانت تضخ لها الأموال ولكنها لم تنجز في الواقع، وثبتت قضايا فساد كبيرة بالتلاعب في ملف الجرحى بالتحديد. نحن نطالب من رئيس الجمهورية ومن الحكومة الشرعية وكذلك من المحافظة الأستاذ نبيل شمسان بأن يقوموا بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه جرحى مدينة تعز. مدينة تعز هي صمام الأمان، أصبحت الآن للجمهورية اليمنية وهي أصبحت صمام الأمان للشرعية. من يقعدون الآن على الكراسي هم بفضل تضحيات الشهداء والجرحى. أين هي حقوقهم؟ للأسف الشديد هناك من أسر الشهداء ومن الجرحى كذلك لم تضمن حتى أسماءهم ملفات وكشوفات الرواتب، يعني للأسف الشديد لا يمتلكون راتبا. يعني مؤسسة رعاية للشهداء وأسر الجرحى حاولت أن تسد الثغرة بالالتفات لهذه الشريحة من شريحة الجرحى ومن شريحة أسر الشهداء، ولكنها هي في طيب سيدة حياة، هل تعتقدين أن هناك التفاتة لأسر الشهداء والجرحى فيما يتعلق ب يعني متطلبات العيد؟ هل تتوقعين أن هناك جهة التفتت إلى هذه الفئة أسر الشهداء والجرحى مع قدوم العيد؟ نعم، كما ذكرت مسبقا بأن مؤسسة رعاية للجرحى وأسر الشهداء في مدينة تعز ومؤسسة معكم التنموية وكذلك كثير من المؤسسات الخيرية والمبادرات الشبابية والتكتلات النسائية وكذلك رواد وفاعلي الخير استطاعوا أن يخففوا حجم المعاناة لهذه الشريحة بالتحديد شريحة الجرحى وكذلك شريحة أسر الشهداء. استطاعت هذه المبادرات وتلك التكتلات والجمعيات أن تقوم بواجبها في توفير السلال الغذائية وفي توفير كذلك كسوة العيد وفي توفير الأدوية للجرحى وفي توفير مساعدات مالية لهاتين الشريحتين. لكن يظل التساؤل الأكبر هنا، أين هو دور الدولة والشرعية والمحافظة من جراحات وآلام أبناء مدينة تعز؟ أشكرك سيدة حياة الذبحاني، وضحت الصورة أشكرك جزيل الشكر سيدة حياة الذبحاني الناشطة في المجال الإنساني، كنت معنا من العاصمة العمانية مسقط. وأرحب بضيفنا، سينضم إلينا من صنعاء، سيكون معنا رئيس جمعية حماية المستهلك السيد فاضل منصور. سيد فاضل مساء الخير وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا، شكرا كثيرا وكل سنة طيبين وعيدكم مبارك، ومن خلالكم أنقل التهاني والتبريكات للشعب اليمني بحلول وقدوم عيد الفطر المبارك إن شاء الله. نعم، إذن سيد فضل يعني عايدنا عليك، وربما ما زال هناك يوم رمضاني في صنعاء، يعني بعيدا عن من هي الجهة الصائبة والمخطئة، يعني كيف تنظر إلى الانقسام الحاصل بين اليمنيين في مسألة تحديد هذه المناسبة؟ أولا هو انقسام كما هو انقسام مالي، انقسام سياسي كما هو انقسام مالي حاصل منذ فترة طويلة، ويدفع ثمنه المواطن مع الأسف الشديد. ونحن طالما نتحدث عن العيد نسأل الله أن يلم شمل اليمنيين ويوحد كلمتهم وينهي الحرب الذي أكلت الأخضر واليابس وقتلت ودمرت وأعاقت وشردت ويتمت الملايين من اليمنيين مع الأسف الشديد. وهناك تجار حروب ما زالوا لا يريدون للحرب أن تنتهي. نحن نقول نسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يعجل بوقف الحرب والاعتداء على اليمن ولم الشمل وتوحيد كلمة اليمنيين وجمع صوتهم إن شاء الله. إن شاء الله. لكن سيد فضل يعني لو تحدثنا عن واقع الحال مع قدوم هذا العيد، يعني لو تحدثنا عن الناس والعيد وغلاء الأسعار في هذه الفترة.
أخي الكريم، تشهد الأسواق منذ فترة طويلة، منذ نصف رمضان تنافسا محموما على استقطاب المواطنين على شراء احتياجاتهم، ومن خلال مختلف العروض والناس يتسابقون للبحث عن احتياجات العيد سواء الملابس أو الجعالة، لكن تتفاوت الفرص وتتفاوت الدخول وتتفاوت الإمكانيات من شخص لآخر. هناك من يشتري بمئات الآلاف، وهناك من لا يجد ما يلتحف به أبنائه ليفرحهم في هذا العيد السعيد. طبعا نتيجة الانهيار الحاصل لأسعار الدولار، نتيجة الانقسام الحاصل المالي، بنك في صنعاء وبنك في عدن، جمارك في صنعاء وجمارك في عدن، ضرائب في عدن وضرائب في صنعاء، إتمامة على الطرق، وسائل النقل، يعني هل تتصور بأن الحافلة أو الناقل الذي كان يدفع إيجارها 100,000 ريال من مينا عدن إلى صنعاء الآن يدفع 1,000,000 ريال، بالإضافة إلى حوالي 500,000 ريال وتاوات تدفع ابتداء من دار سعد حتى وصول صنعاء؟ هذه كانت يتحملها المستهلك، الأسعار ترتفع بشكل جنوني في ظل عدم وجود، في ظل بطالة، في ظل عدم صرف الرواتب في المحافظة الشمالية والوسطى والغربية. هناك في وضع سيء جدا، الفقر لا يزيد مساحته. لكن هل هناك استغلال سيد فضل ربما الأسعار؟ يعني وكنت معنا ضيف في حلقات سابقة في مسألة الغلاء و ارتفاع الأسعار، لكن مع قدوم العيد هل هناك استغلال أكبر من قبل التجار مع قدوم هذه المناسبة؟ طبعا الأسعار تتزايد من وقت لآخر. مع الأسف الشديد الثوب الذي كنت تشتروه ب 6,000 ريال الآن ب 14,000 ريال، يعني سعره أصبح 300% ارتفاع سعره. الملابس الأطفال ارتفعت بشكل جنوني، جميع الملابس مع الأسف الشديد. هل هناك رقابة على هذا الجانب وأيضا يعني تحرك من جهات معنية لمراقبة الأسعار ويعني تحديد أسعار معقولة لدى التجار؟ لا، مع الأسف الشديد كانت هناك حملة نظمتها وزارة الصناعة والتجارة مع الجهات المختصة من 16 شعبان حتى 16 رمضان فيما يتعلق بأسعار السلع المواد الغذائية والسلع المغشوشة والمقلدة، لكن لم تكن أسعار الملابس ضمنها. مع الأسف الشديد هذا القطاع، قطاع الملابس وغيره من القطاعات الأخرى، متروك لآلية السوق للعرض والطلب، متروك للمزاجية، ومتروك للتاجر هو الذي يقدر ويحدد السعر ويحدد الربا ويحدد كل التكاليف دون رقيب أو حسيب، لا من حيث الجودة ولا من حيث السعر ولا من أي شيء آخر. يعتمد على ضمير التاجر. مع الأسف الشديد نحن كما نعرف بأنه سنويا في رمضان تخرج السلع الرديئة والسلع المتدنية الجودة بمستغلين حاجة الناس لاقتناء ملابس العيد وخاصة من لديهم أطفال، وبالتالي أسعار مرتفعة ملابس رديئة بالمقابل، وهذه نعم. كبيرة جدا. وضحت الصورة، وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك، كنت معنا من صنعاء. ومشاهدينا نذهب الآن أيضا لنشاهد هذا الاستطلاع من محافظة حضرموت حول غلاء الأسعار وكيف يستقبل الناس عيد الفطر المبارك. مرتفع على كل سنة، يعني ارتفاع أنا أعتقد 40% أو 50% عن كل سنة، يعني الدرجة اللي كنا نأخذه يعني العام 24-28 هاي سنة تحصل ب 33 ب 38 ألف. هذا بالنسبة للشمزان. كيف تقبل الزبائن؟ والله الزبائن يجي يقول لك بعضه غالي، يعني سعره مرتفع، ولكنه قدوا يعني خلاص قدوا عارف إنه في سعر، إنه في سغلة يعني اضطر إنه يأخذها، وهي يعني غالي. يعني الشميز العام اللي كنا نبيعه ب 2005 هاي السنة ب 4000 ريال، يعني فرق ما بين العام الماضي وهذه السنة. ونسمع حتى للسبعيات يعني مكانها في سعر مرتفع. بصراحة الملابس هذه السنة طلعت فوق أسعار باهظة، حد أنه المواطن لو وصل إلى السوق يرجع بعضهم، وصلت بعض الفوط أقلها 15,000، فين بيقدر المواطن يتحمل هذا السعر؟ وهم بعضهم ما يقدر يأكل قوت يومه، ما
ما يحصله. نطالب الحكومة بمتابعة التجار ومحاسبتهم. عيد السنة عل عن سنة غالي مرة، ما قدرت الناس، ما في رواتب، ما في أي شيء، أعمال واقفة، والملابس ما حد يقدر يشتريها، زحمة، شوف السوق زحمة على الفاضي. إذن أعود لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية سيد راجي عمار. سيد راجي، لو أتينا بالحديث عن أوضاع النازحين في محافظة مأرب، هذه المحافظة التي استقبلت عدد كبير من النازحين، كيف يستقبل النازحين يعني مناسبة عيد الفطر المبارك؟ في الحقيقة هنا في مأرب هناك العديد من النازحين، وقد والجميع يعلم أن في مأرب وصل عدد النازحين والساكنين في المحافظة الآن إلى 2 مليون ويزيدون في هذه الفترة. الجميع متواجدون والأسواق مكتظة والشوارع مزدحمة والحياة قائمة، والنازحين هم يجدون كل الرعاية وكل يعني هناك، كما قلت لك سابقا، أن هناك أيادي بيضاء تعمل في كل مكان، وأيضا الدولة هنا في مأرب تشكر، وأيضا السلطة المحلية في مأرب تأخذ بعين الاعتبار موضوع هؤلاء النازحين. فدائما النزوح هو ليس نقول بأنه هو يعني أنهم مرتاحين إلى درجة ما، ولكن عايشين كما هم هاربين من الحرب وهاربين من سطوة الميليشيا. وقد تكون هناك أو قد يكون هناك تعاون من مسألة بعض المبادرات وأيضا السلطة المحلية وجهات مانحة في مسألة الطعام، لكن في مسألة كسوة العيد والأمور الثانوية التي تتزامن مع هذه المناسبة. والله هناك أمور كما قلت لك لا أحد يعلم، هناك أسر متعففة لا أحد يعلم بما يعانون ولا ماذا يجدون، لكن هناك اهتمام كما قلت لك في الإدارة المحلية في الجانب الغذائي والجانب وجانب السكن وجانب توفير المتطلبات الأساسية. أما في موضوع كسوة العيد، قلت لك أن هناك مبادرة شبابية أقيمت في مأرب، أقامها بعض الشباب الرائعون بعمل مشروع كسوة للنازحين، وكل واحد يعطي أسماء وأشخاص يعرفهم خلال في منطقته أو في مربعه الذي يسكن فيه. فهناك تعاون وهناك تكافل وهناك تنظيم وترتيب لهذه الأمور، والحياة تستمر. نعم، إذن أشكرك يعني جزيل الشكر السيد راجي عمار الكاتب والناشط الإعلامي، كنت معنا من محافظة مأرب عبر الأقمار الاصطناعية، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا يعني نكتفي بهذا القدر، أشكر أيضا جميع ضيوفي في هذه الحلقة، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وفي أمان الله.